وموضوع حلقتنا لليوم عن القطاع السياحي ودوره الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد وأيضا خلق فرص العمل. يسعدنا أن يرحب بالاستديو والحديث أكثر عن هذا الموضوع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين واتحاد الغرف التجارية وأيضا عضو غرف شركات السياحة الدكتور مجدي صادق ضيفنا العزيز. اهلا وسهلا. اهلا استاذ ابراهيم، نورت مصر. نورنا نورك نورك نورت استاذ احمد، نورت استاذ احمد، نورك يا دكتور، نورت مصر. اهلا. يعني دكتور، بدايه نتحدث عن القطاع السياحي ودوره الفاعل في اقتصاد الدوله في كل الدول محليا وايضا اثره بشكل عالمي. طبيعي ان السياحه من اهم الصناعات التصديريه في جميع الدول التي تعمل على السياحة. نعم. طبعا في دول التفتت للسياحة من سنين، وفي دول التفتت للسياحة قريبا زي دول الخليج التفتت لأهمية السياحة زي دبي وبعض الدول، والسعودية النهاردة بتلتفت بقوة للسياحة لدرجة ان هم مستهدفين 20-30 مليون سائح للسعودية. يعني احنا بنقول يعني مهما كان الدولة غنية ولكن السياحة هامة جدا لاقتصاد اي دولة. يكفي ان احنا نعرف على سبيل المثال ان فرنسا بتدخل من السياحة 94 مليار دولار سنوي. نعم. الله.